نيجي كده على البليند، عندنا في تيبلز. التيبلز دي عرضوا لي الفراكشنز اللي طالعه من الاويل بتاعي قد ايه. عندي مثلا فراكشنز، فراكشن زي النفط طالع عندي قد ايه، عندي فراكشن زي الكروسين طالع عندي قد ايه، فراكشن زي الديزل طالع عندي قد ايه وهكذا. والفراكشن ده طالع عندي لما ببدأ اشتغل عند بوينت كذا ولبوينت كذا. يعني الفراكشن ده لما اشتغل الاطفه بتاعته من درجه حراره مثلا، فراكشن زي النفط اشتغل عليه من 70 سيليزيوس ل 180 سيليزيوس، هيطلع لي 2% مثلا، هيطلع لي 1.5%. تمام. فراكشن زي الكيروسين لما بقى من 180 ديجري سيلسيوس ل 240 ديجري سيلسيوس هيطلع لي ب1.5% وهكذا. تمام. طبعا انا ممكن اعدل في الاند، في الاند تمبريتشر هنا، يعني ممكن ان انا ايه اعدل في الاند تمبريتشر بتاعت كل فراكشن هنا. تمام. طبعا عندنا نسبة ريزيديو كبيرة جدا، مش فاهم ايه السبب يعني. هي عادة نسبة ريزيديو بتبقى كبيرة، يعني نسبة ريزيديو بتبقى فوق ال 35%، بتبقى حاجة كبيرة يعني. و 35 لو ما كانش فوق ال 40% كمان نسبة الريزيديو، بس هنا عندنا كبيرة جدا، فايه السبب انا مش عارف. في هنا البروبرتي بلوت عرض لنا هنا الفيسكوستي، الفيسكوستي وانا اهو زي ما انا شايفه فيسكوستي 2. ممكن مثلا ديستليشن، الحاجات دي انا كنت بلعب عليها اصلا، بس هو يعني لما بنجيبها ولما انا جبتها اول مرة بتبقى فاضية كده. انت حضرتك بقى ايه اللي بتختار، ايه البلوت اللي يظهر، يعني مثلا تي بي بي بلوت الاي اس تي ام مثلا هو اللي يظهر، او بلوت التي بي والاي اس تي ام مع بعض وهكذا. تمام. او تختار من هنا مثلا، كنت كده نجرب مثلا دينستي او موليكولار ويت، خلينا موليكولار ويت. في هنا الديستريبيوشن بلوت، الديستريبيوشن بلوت برضو الاطفال بس رسمه، يعني بدل ما اعرضها بفراكشن ارقام لا اعرضها برسمه. طبعا نسبه الريزيدو زي ما احنا شايفين هنا عاليه جدا، يعني دي بقيه الكومبوننت. في الكومبوزيت بلوت، الكومبوزيت بلوت عامل حاجه كويسه ان هو عارض لي البيانات اللي انا مدخلها، وان هو عارض لي الحاجات اللي هو حاسبها، يعني هو عارض لي البيانات اللي هو مدخلها وعارض لي الحاجات اللي هو حاسبها. فاللي انا مدخلها هنا بالاخضر واللي هو حاسبها بالاحمر، بحيث ان انا ابقى شايف الفرق ما بينهم. يعني هو عارضها لي للتي بي بي ديستريشن. كنا تقريبا مدخلين حاجات للدنستي، ممكن نشوف اهو دينستي الحاجات اللي احنا برضو مدخلينها بالاخضر والحاجات اللي هو حاسبها بالاحمر. وواضح ان هو يعني عامل انتربوليشن او حاجه، يعني واضح ان هو، لان احنا مش مدخلين كل حاجه في الدينستي، يعني في حاجات هو حاسبها، هو حاسبها بنفسه. عموما هو كل اللي بالاحمر ده هو حاسبه بنفسه، يعني هو كل اللي بالاحمر ده هو حاسبه بنفسه، بس الحته دي احنا ما دخلناش في حاجه خالص، يعني هو حسبها بس احنا ما دخلناش في حاجه خالص. هنا احنا دخلنا وهو حسب، يعني في السكشن مثلا من 40 ل 60% ده مثلا، او سكشن من 20 ل 80% احنا دخلنا وهو حسب. لكن لا، في حتت لا احنا ما دخلناش خالص وهو حسب بس. تمام. ايا كان يعني هنا البلوت سمري، هنا الكورليشنز، دي الكورليشن اللي حسب بيها المولكيولار ويت، دي الكورليشن حسب بيها سبيسيفيك جرافيتي، الكورليشن حسب بيها البي كريتيكال وهكذا. ممكن لو عايزين نغير فيها، بس عادة ما بنغيرش يعني. طيب احنا لو عايزين ان احنا نخلي بقى ايه، يعني ندخل بقى ستريم في السيميوليشن للبليند اللي احنا عملناه ده، خلوا بقى ستريم عشان ايه، شغالين شغل عملي بقى فعليا يعني. نخلي ستريم، نيجي هنا عند داتا، مش عارف الحقيقه لو جينا عند تيبلز وقلنا انستول اويل، او جينا عند بروبرتي ودوسنا هنا انستول اويل، او جينا عند دوسنا برضه هنا انستول اويل، مش عارف ايه اللي هيحصل يعني، بس انا بفضل ان انا اخليها عند داتا. وادوس انستول اويل، وادوس ممكن نسمي هنا الستريم نيم، يا ريت لو نسميه مثلا فيد install
جينا عند السيميليشن يا رب اكتف زي الفل. ده الفيد اهو قدامنا لو دخلنا كده على الفيد. طبعا احنا ما عرفناش تمبريتشر لسه ما عرفناش بريشر لسه ما عرفناش حاجه يعني. لو دخلنا كده على الكومبوزيشن الكومبوننت اهي قدامنا. طبعا اول كومبوننت اول خمسه كنا هندخلينهم لكن الباقي ده هايبوثيتيكال كله ده هايبوثيتيكال وهو يعني هو كاتب الهايبوثيتيكال وكاتب الفراكشن بتاع كل كومبوننت يعني هو ايه حاسب مكمل شغله يعني. لو دخلنا في الـ Properties Component List هنلاقي هنا برضو أي Oil Hypothetical Blend 1 Hypothetical Blend 1 وهنا باين ان هو اللي مدخل الهيبوثيتيكال ده يعني باين من اول هيبوثيتيكال بليند 1 ان هو اللي مدخل الهيبوثيتيكال ده. تمام واضح كمان ان هو ايه يعني نسميهم باسامي سي ان نورمال سي 13 ونورمال سي 17 وحاجات كده. شكراً.